مشاهدينا متابعي قناة السلام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامج 60 دقيقة كرة. عدد اليوم من بلاتو 60 دقيقة كرة وكالعادة يسلط الضوء على أبرز التطورات الحاصلة في كرة القدم المحلية التي شهدت نهاية أسبوع ثري. أولها والبداية كانت بشباب الوزداد الذي افتتح مشواره في منافسة رابطة أبطال إفريقيا بقوة وسجل فوزا عريضا هنا بالجزائر. أيضا مباريات الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة وما خلفته من نتائج، بالإضافة إلى الحديث عن القرارات التنظيمية الأخيرة التي أقرتها الكاف في منافسة كأس الجمهورية. هي إذن ملفات ومواضيع متعددة سيتم الحديث فيها والتفصيل في بلاتو 60 دقيقة كرة بحضور المدرب القدير محمد صديقي. مرحبا بك كوتش وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك الأخ محمد وتحية كل مشاهدينا الكرام. مرحبا بك كوتش. إذن مثل ما ذكرت في مقدمة البرنامج، مواضيع كثيرة ستكون على بلاتو لنهار اليوم، لكن البداية وأظن توافقني الاختيار أنت وأيضا الجمهور الرياضي، ستكون بوضعية الجزائري يوسف عطال الذي يعيش وضعية صعبة بفرنسا في تطورات أخيرة متسارعة تستوجب وقوفنا ودعم اللاعب. أظن أن يوسف عطال أعطى رأيه في قضية فلسطينية، اللي هي رأي تاع كل الجزائريين، اللي لازم نساندوا عطال لأن القضية الفلسطينية هي قضية الجزائر ثاني، وكل الجزائريين اللي عطاو وعطال مد رأيه في وقت حساس كان في تربص المنتخب الوطني، لا ومام كانوا في القصف يقصفوا في المستشفيات. أظن أن الجزائريين كل الدعم مع عطال ورأي عطال هو رأي الجزائريين، لكن يبقى حتى لو لم يكن رأي الجزائريين يبقى رأي يوسف عطال رأي شخصي، وعنده الحرية في التعبير عن آرائه بكل حرية. لما تم يعني إقامة القيامة بعد تصريحات يوسف عطال وبعد المنشورات اللي ذكرها، رغم أنه قدم اعتذارات وقدم توضيحات على المنشور اللي قدمه، لكنه لم يسلم ربما من عنصرية الفرنسيين هناك. هذه هو المشكلة، الفرنسيين يتغنوا بالحرية التعبير والديمقراطية، كيعبر إنسان جزائري بلا ما يكون لاعب، إنسان جزائري مسلم حر عبر على قضية فلسطينية ناضي القيامة، وهما يتغنوا بالحرية والتعبير تبقى يعني تبقى شعارات زائفة، يعني أظهرتها الأزمة الأخيرة التي عاشها إخواننا في فلسطين. لكن بالمقابل يوسف عطال في الفترة الأخيرة بعد اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية تلقى دعما واسعا من زملائه في المنتخب الذين يعني عبروا عن مساندتهم له من خلال مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما نشاهد هنا بعض الصور للرياضيين على غير رياض محرز. ربما ساند يستهل هذا الدعم وكل هذه التشجيعات. شفنا الدعم عند زملائه في المنتخب، ويكون الدعم لازم يكون كاع من الجزائريين، لازم يكونوا معه كاع الجزائريين، لازم يكونوا معه. صحيح، من بين ربما الامور الايجابيه في هذه يعني التلاحم بين لاعبي المنتخب الوطني، تبشر بالخير على حاله المنتخب في حد ذاته. الحمد لله الحمد لله، بيان سور الناس كاع فرحت كي شفنا لاعبين اصدقائه كاع كانوا سوليدار معاه، فرحنا كاع فرحنا، ومام هو فرح كما يقولوا مورالمون يكون بيان. اذا رغم هذه المساندة من طرف اللاعبين وزملائه في المنتخب وعدة لاعبين أيضا جزائريين آخرين، يوسف عطال تحت المراقبة القضائية، خرج بكفالة 80,000 يورو، منعه من مغادرة التراب الفرنسي، ضغوط كبيرة يعيشها اللاعب في ظل صمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هل تشوفوا بأن الأمر معقول أن الاتحادية في ظل كل هذه الأمور تبقى صامتة؟ لا، لازم يكون الاتحادية لازم تساند اللاعب، لاعب راهو في الفريق الوطني وإنسان جزائري، راح تكون مساندة. ما لازم تكون مساندة من عند الاتحادية ومن عند كاع الجزائريين. يوسف عطال يخضع للمحاكمة يوم 18 ديسمبر القادم، الاتحادية كما قلنا ما زالت صامتة. 18 ديسمبر نحكي، وفي 20 ديسمبر المنتخب الوطني يدخل في تربص تحضيري استعدادا لكأس أمم أفريقيا. هل يمكن أن يتأثر يوسف عطال بكل هذه الظروف المحيطة؟ أظن في الفترة الأولى كان متأثر شوية، ولكن كي شاف المساندة تاع الجزائريين وزملائه والحكومة الجزائرية والفيدرالية كاع يساندوه، على بالي يكون في أريحية على كل حال، وتجوز للمحنة هذه، ومام رياضيا ما يتأثرش.
ما بينفسخ العقد تاعو مع النيس راح تكون يكونوا فرق ينتدبوه، لانه في فريق وطني وعنده مؤهلات وعنده كل شيء. يبقى الخيار الامثل اللي عطل انه يرحل عن نادي نيس وعن البطوله الفرنسيه نهائيا ربما. انا نتمنى يرحل. لانه لاعب عنده امكانيات كبيره. عنده امكانيات كبيره واقوى الفرق يتمناوه في فريق تاعهم. ربما من بين بعض المصادر الاعلاميه قالت بانه البطوله السعوديه يمكن ان تكون وجهه، صحيح نحن ربما مع مغادره يوسف عطل البطوله الفرنسيه، لكن هل تساند ربما انتقاله الى البطوله السعوديه؟ ممكن لان البطوله السعوديه ولات اقوى. هو اللاعبين الكبار راهم يلعبوا في السعوديه، ممكن يكون السعوديه ممكن. يعني كاين اللي يقول ربما انه تروح للسعوديه في سن صغيره مثل يوسف عطار راح يتاثر المستوى تاعو وراح يحبط المستوى وما يصيرش ربما يقدم اضافه في المنتخب. لا يقدر يكون فرق سعوديه، يقدر فرق انجليزيه، علاه لا؟ صحيح، لا كاين كثير ربما واحده من الوجهات ربما وفيها تضارب. انا صراحه انا مانيش خايف عليه كما يقولوا، مانيش خايف حتى يروح للسعوديه. ماشي السعوديه، يكون عنده كونتاكت واحد اخرين، يكون عندهم فرق واحد اخرين كما قلت لك بالك الانجليزيه حتى. ربما وضعيه يوسف عطال دائما نبقاو نحكيو عليها ونعطيو لها ربما حقها نحن هنا كاعلاميين وبصفتك مدرب في مجال كره القدم، لكن نتكلموا على تاريخ 18 ديسمبر موعد محاكمه يوسف عطال. المنتخب الوطني 20 ديسمبر يدخل في تربص تحضيري مغلق، ربما القضيه تؤجل او ربما يتم يعني حرمان اللاعب من مغادره التراب الفرنسي، ربما راح يمنعه من الالتحاق بالمنتخب، وهذه ربما كيفاش راح يتصرف بالماضي. هما قالوا باللي ما يقدر يعالج المنتخب يقدر يغادر. لا هما قال لك يقدر يغادر الاراضي الفرنسيه اذا كان مع النادي تاعو. مع النادي تاعو. اذا كان يشارك مع النادي، لكن لغير ذلك ما عندوش. ان شاء الله ما نحكوش للصعوبات هذه. لكن تبقى احتمال. تبقى احتمال، بيان سير تبقى احتمال، مي انا الناخب الوطني ساندو كيعيط له المقابله الاخيره. ماغري ماهوش في الفريق تاعو، مي عاود عيط له للمنتخب. المنتخب راه عنده يساندو فيه، ان شاء الله يخرج من الازمه هذه. نحن ايضا والناس كاع واقفين معاه، عندنا محامين في الجزائر، عندنا كلش في الجزائر. صحيح. الناس واقفه، عندنا رجال. بالحديث على المحامين، بعض المصادر الصحفيه تبقى امور يعني لحد الان غير رسميه. الاتحاديه عينت محاميين اثنين من اجل الدفاع على يوسف عطال. ويقال ايضا بانه يوسف عطال هو من طلب من الاتحاديه انها يعني ما تدخلش بشكل مباشر في هذه القضيه، خاصه بشكل علني، تفاديا لتفاقم الامور ربما ومن اجل انه الموضوع يصبح يعني اكثر حساسيه. هل تساند هذه الخطوه من الاتحاديه ام لا؟ يجب يعني كما نقولوا الضرب يد من حديد ومسانده اللاعب. لا هذه في البدايه كي كان الموضوع في البدايه. في بدايته يوسف عطال طلب على حسب ما سمعنا، طلب من الناخب الوطني من الاتحاديه باش ما يتدخلوش في البدايه. صحيح. لكن هنا في تطورات القضيه لازم يتدخل، لانه لحقت اعتقال اللاعب من طرف الشرطه، النيابه، خروج بكفاله تحت مراقبه قضائيه، الامور يعني تتطلب ربما ماشي غير فقط من الاتحاديه لكن ربما ايضا من السلطات العليا الجزائريه، لانه الامر يتعلق اولا بمواطن جزائري قبل ما يكون لاعب محترف. احنا ما كناش نظنوا راح تلحق القضيه هذا الشيء، ولكن دوكا لازم تدخل. إذا نحن من هذا المنبر نجدد دعمنا للاعب يوسف عطال لاعب المنتخب الوطني الجزائري، يساند القضية الفلسطينية كغيره من الجزائريين، له الحرية في التعبير عن رأيه يعني بدون قيود. بيان سور، إن شاء الله إن شاء الله. إذا إلى الموضوع الثاني مشاهدينا الأفاضل، إلى ممثل الجزائر الوحيد في منافسة رابطة أبطال إفريقيا شباب الوزداد الذي ضرب بقوة في أولى خرجاته الإفريقية في مرحلة دور مجموعات رابطة الأبطال بفوزه أمام يونغ أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف كاملة مقابل صفر بملعب 5 جويليا سهرة الجمعة. كوتش، بداية قوية للشباب. أولا هنيئا للشباب، المقابلة الأولى هي دائما صعيبة في المجموعات، وكانوا أدوا مقابلة رائعة ضد فريق لا يستهاني به، لأن لعب نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الفارق وعنده لاعبين ممتازين، ولكن شباب بالكور كان شباب الوزداد كان أكثر إرادة، ومام اللاعبين اللي انتدابهم في تاع الميركاتو اللي فات داروا قاموا بدور تاعهم وزادوا الاضافه. ربما بالحديث عن انتدابات ميركاتو والشباب نشاهد اهداف المباراه التي فاز فيها الشباب ب 3-0. نلاحظوا
الأهداف الثلاثة. هذا الهدف الأول كان من إمضاء بنغيت ليعتبر وافد جديد لشباب الوزداد هذا الموسم. بنغيت تكتيكيا جو لعب ممتاز، ما تعرفوش لا دفاعيا ولا هجوميا، يعرف يصل المساحات صحيح. لعب حتى هجوميا يساهم ويسجل الاهداف، يعني ادوار كبيره يقوم بها عبد الرؤوف بن غيد. لا لعب ذكي، لعب ذكي، وما نساوش بلي خريج تاع مدرسه تاع بارادو، كان في بارادو الاخر عنده تكوين جيد. هذا دائما الهدف الاول لرؤوف بن غيت نشاهدوه. لما نتكلموا على خطوط الوسط الحد، يعني في كره القدم الحديثه، بن غيت ربما واحد منهم، ليدافع يهاجم وحتى يسجل. قلت بن غيت من اللاعبين اللي كما يقولوا ريليير، تصيبوا في الدفاع، تصيبوا في الهجوم، تصيبوا في الوسط. وما ننساوش شباب الوزداد راحوا له لاعبين، زوج لاعبين في الوسط من العام اللي فات اللي كانوا ركيزه في منهم حسام الدين ميريزا ودراوي اللي راهو الان في البطوله المغربيه. بلغيت راهو يدير في عمل ممتاز. الاهداف ايضا تداول على تسجيلها عبد الرؤوف بن غيت الهدف الاول، عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني، وايضا الهدف الثالث كان من تسجيل الجومبي لامين جارو. ثلاث اهداف، ثلاث وافدين جدد، يعني ميركاتو ناجح للشباب. انا قلت لك ميركاتو ناجح، ومزيان ثاني مع الاول بالك بدا ما صابش المعالم تاعو في الفريق باسكو جديد، مي دروك بدا يصيب المعالم تاعو، راه يأدي في مقابلات يعني بتوالي المباريات يتحسن المستوى تاع اللاعبين يتحسن الجدد. وصاب كما يقولوا صاب روحه في الفريق تاع الوزداد. والهدف الثالث ثاني الجوال اللي جابوه ثاني فيها الجومبي جالو لامين جالو ثاني دار الهدف الثالث. حتى اسامة درفلو ايضا بدوره يعني يتحسن من مباراه اخرى. درفلو كيما مزيان ثاني جا مع الاول ما صابش معالم تاعو، كان يلعب وومبا هذاك، ومن بعد كي صاب روحه راهو نشوفوه راه يدير هو يمد تمريرة الهدف الثاني لعبد الرحمن مزيان، راهو يؤدي مقابلات جميله ثاني. نذكروا بان شباب الوزداد خاض الجوله الاولى في منافسه رابطه ابطال افريقيا، فاز 3-0، كان الفوز ربما حتمي ولا خير للشباب انه يفوز في هذه المباراه، علما بانه في مجموعه تضم ايضا بالاضافه الى يونغ افريكانز التنزاني الاهلي المصري وايضا ميدياما سبورتينغ الغاني في مجموعه يعني صعبه. ما نساوش ثاني احنا على المدرب، باسكو المدرب كان جديد الشهر الاولاني ما صافش المعالم تاعو ثاني، هو ثاني ما صافش التشكيله الاساسيه اللي يلعب والدليل على هذيك الظاهر الايمن اشاك فوا يلعب واحد، لعب عزي ومن بعد لعب بوقرة ومن بعد لعب بالخيتر ومن بعد حتى اسمه بالعياده لعب ثاني بالعياده ادروات. دوك ما صابش دوك الموديل ما صاب التشكيله بالك المثاليه باش يكمل في المشوار. والمشوار مش راح يكون سهل باسكو كما قلنا هذا الفريق اللي لعبوا معاه صعيب شويه صحيح. وما ننساوش الاهلي ثاني اللي فريق صعيب ثاني صحيح، الاهلي المصري وايضا ميدياما سبورتينغ الغاني اللي ضمها مجموعه شباب الوزداد. شباب الوزداد ايضا رزنامه اللي تنتظر فيه راح تكون صعبه، استقبل في اول مباراه يونغ افريكانز، المباراه القادمه يروح يلعب في غانا امام ميدياما سبورتينغ الغاني، بعدها ينتقل ايضا الى مصر لمواجهه العملاق الاهلي المصري، يعني رزنامه صعبه نوعا ما مع خرجتين افريقيتين متتاليتين. المجموعه صعبه وكما قلت خرجتين الافريقيه يكونوا صعب، مي المقابله الاولى هذه مدت لهم روح اخرى للشباب الوزداد اللي راح يكونوا في المستوى، على بالي راح يكونوا في المستوى وعلى بالي مش راح يستنى فيهم، يعرفوا الفرق اللي معاهم في المجموعه ان شاء الله يديروا يحسنوا في المستوى تاعهم من مقابله لمقابله. ذكروا ايضا بانه الاهلي المصري بدوره كان فاز في الجوله الاولى ب3-0، نفس نتيجه شباب الوزداد اللي حققها، يعني الاهلي المصري يدخل بقوه. ربما المباراه الثانيه لشباب الوزداد امام سبورتينغ ميدياما الغاني، النادي الغاني ربما راح يحاول يعوض خسارته الاولى، راح تكون مباراه صعبه كثير لشباب الوزداد. تكون صعيبه في غانا، نعرفوا الاجواء تاع غانا، وكي خسروا كيما قلت خسروا في مع الاهلي في المقابله الاولى، لازم عليهم يفوزوا في المقابله الثانيه. مي مام شباب الوزداد خذا شويه تجربه من العوام اللي فاتوا في افريقيا، يقدروا يديروا نتيجه مليحه في غانا. حتى شباب الوزداد يضم لاعبين كثار، المدرب باكيتا عنده الخيارات المتنوعه في كثير المناصب كما ذكرت على سبيل المثال على الجهه اليمنى من الدفاع، كثير خيارات، كثير لاعبين، باكيتا في وسط ثراء
هذه المجموعة مطالب بتحقيق نتائج إيجابية؟ لا عنده الاختيارات، ودرك كما قلت لك عنده شهر ملي جاونا ولا يعرف الفريق مليح، وبدا يتعامل مليح مع اللاعبين مع الفريق، والنتيجة راهي باينة في الميدان. النتيجة كانت باينة، وتكلمنا قبل وقلت بأنه حتى منتخب يونغ أفريكانز كان قادر يسجل وخلق الكثير من الفرص. كان قادر يسجل، كان في واحد الأحيان كان صعيب وكان قادر يسجل، لازم واحد ياخذ الحذرة في مقابلة العودة إن شاء الله. شاهدنا بأنه مباراة الشباب المدرب باكيتا قرر الاعتماد على الحارس أليكسيس غندوز بدل من رئيس مبولحي في مباراة ربما صعيبة نوعا ما، مباراة إفريقية. هل تشوف أنه غندوز الذي أيضا صار يملك خبرة مع الشباب، أم أن مبولحي في مثل هذه المباراة يكون فعال أكثر؟ علاش قلت لك أنا عنده شهر ملي جا ولا شهر ونص وبدا يعرف الفريق مليح، بالك ما كانش يعرف أليكسيس مليح، شافوا عنده مؤهلات. هذه هي كي تحب تلعب في افريقيا وتحب تدير نتائج لازم يكون عندك حراس كبار، مام الاول ولا ثاني يكون عندك حراس كبار، هو لو يتعامل معهم مليح مقابله ولا يعرف وين لازم يلعب مبولحي يلعب مبولحي، وين لازم يلعب أليكسيس يلعب أليكسيس. هذا طراء في التشكيله ربما يفيد كثير الطاقم الفني. تساعده في طرف التشكيله، تساعد المدرب باش يكون خيارات كثيره ان شاء الله. اذا تدعيمات نوعية في مختلف الخطوط أظهرت يعني قوتها وفائدتها لصالح شباب الوزداد، منهم الجناح الطائر كما يلقب عبد الرحمن مزيان لترك بصمة في هذه المباراة. الموسم الفارط توج مع اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر، انتقل إلى شباب الوزداد مع تولي المباريات عبد الرحمن مزيان يستعيد مستواه. كان انا اظن عبد الرحمن مزيان كان في 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 اتحاد العاصمه من احسن اللاعبين، انا كنت نتبعه كما يقولوا من احسن اللاعبين. كي انتقل الشباب بلوزداد ما لقاش روحه مع الاول، دوك بالمقابلات راه يؤدي في مقابلات مليحه. لاعب كثير من المباريات يكون حاسم مع الفرق اللي يلعب فيها عبد الرحمن مزيان. يؤدي مقابلات مليحه وكما يقول حاسم سيتو كيما يقولوا ان كونتر ان، ولا يجيب لي فوت، يجيب لي بيناتي، مع يخلق المساحات، يخلق المساحات مع ما يخافش كيما يقولوا مع المدافعين، يروح للمدافعين يخترق الدفاع. لا من احسن اللاعبين، من احسن اللاعبين. انتم كمدربين تفضلوا هذه النوعيه من اللاعبين؟ وكاين اسمح لي، كاين زوج لاعبين ثاني ما شفناهمش ثاني بالخير، وبوراس ثاني مازال ما شفناهمش، مش عارف مالك خيارات المدرب ولا سمع عنده خيارات كثيره. ومما يخص عبد الرحمن مزيان هو بدا يسيب في روحه، راه ولا كما يقولوا تيتولا لا بارونتيير، ما قدرش فرض نفسه في الشباب في وقت قصير، فرض نفسه في الشباب. تكلمت لي على بالخير، ربما الميزه ايضا اللي تميز شباب الوزد انه عنده لاعبين شباب موهوبين يعني قادمين بقوه على غرار بالخير اللي عدنا ما نشوفوش كثير في المباراه. بالخير هضرنا قلنا بالخير، انا عندي صافي سنتين ولا كان هو من احسن اللاعبين في الجهه اليمنى. صحيح. كي ولاو يلعبوا في وسط الميدان، في وسط الميدان ما كانش يسيب روحه مليح السنه اللي فاتت، ودركا مانيش عارف عندي زعما شفتوش، بالك عنده خيار تاع المدرب ولا مش عارف، مي نصيبوه راه في الايفيكتيف، يجي وقته وين لازم. طبعا لاعبين لكن عنده خيارات كبيره المدرب، لكن لاعبين صغار في السن موهوبين مثال بالخير ضروري نشوفهم في التشكيلات الاساسيه في المنافسات الكبرى مثل رابطه ابطال افريقيا، بدل ان نخافوا انه لا لاعب صغير ما عندوش خبره كبيره. لا هو بين لاعب صغير بصح بين صافي سنتين قلت لك كان من احسن اللاعبين. لاعب ان شاء الله نعاودوا نشوفوه ان شاء الله. علاش في الكره الجزائريه ربما الاطقم الفنيه ولا المدربين اللي جو يخافوا يعتمدوا على اللاعبين الصغار في السن على غرار ربما بالخير لما نشوفوا رابطه ابطال افريقيا لاعب بقيمه فنيه كبيره ما تعتمدش عليه ربما ياثر على اللاعب بشكل عكسي. دي فوا المدربين يكون عندهم ضغط كبير على النتيجه والاخر، يخاف يلعب واحد جون ولا يخاف، مي كي يكون عنده مؤهلات ما تخافش، المهم يلعب وهو في التيران يبين وكلش. كاين لاعبين صغار شفناهم ويدخلوا ويدير احسن مقابله. صحيح، لكن لما تكلموا على لاعبين صغار عندهم دي كاليتي يعني نقدروا نعتمدوا عليهم، لعبوهم ونصيبهم في هذه المباريات القويه ولعندها يعني ثقل ومباريات مهمه في مختلف المنافسات على غير رابطه ابطال افريقيا. لما لاعب صغير تلعبوا في المباريات بين قوسين السهله
ولا المباريات وين تكون تافه من النتيجه وتعتمد عليه ما راحش يخلي اللاعب يتطور اكثر ربما. لا، لازم اللاعب يكون عنده مؤهلات يلعب، والمدرب لازم يكون كيفاش يقولوا شجاع ربما. شجاع ويمدلوا الفرصة وين يلعب، ما فيش عنده مؤهلات لازم يلعب. إذا شباب الوزداد في مجموعته يتقاسم صدارة المجموعة مع الأهلي المصري. الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، شباب الوزداد يروح إلى غانا لمواجهة ميديما سبورتينغ الجمعة القادم الفاتح من شهر ديسمبر، بين مباراة ومباراة أسبوع واحد ورحلة إفريقية إلى غانا. الشباب ربما يتأثر بالرحلة الإفريقية، مدة الرحلة، المدرب باكيتا في تحدي جديد بغانا. هذا الاسعاف في افريقيا التنقلات كبيره ومتعبه، ولكن الفريق الوطني اعطانا درس. ثلاث في ثلاث ايام ربح في غاليك سيريا، دونك ماذا بنا نحو هذيك نحو حوايج ربما الاعذار اللي نصيبوهم. اعذار صح يا اللاعب، كاين تعب وكاين كلش، مي خلاص هذوك شفنا الفريق الوطني ثلاث ايام ابري راح للباحث في تنزاني. نقدروا مام شباب بلوزداد يقدر يربح على السرير مالغري عنده يسمان باش يحضر الراحه. المنتخب الوطني في رحلته الى الموزمبيق رحله كانت اكثر من 10 ساعات طيران يعني، لكن ربما كاين اللي يقول بانه كاين وسائل لاسترجاع الامور، طورت مش كما كانت ربما سابقا، وهذا في صالح الانديه وفي صالح اللاعبين من اجل الاسترجاع. ونعرف انه شباب الوزداد عنده اسبوع كامل من اجل تحضير المباراه القادمه. مش كنا نهضروا على ثراء التعداد في هذه الحاله، يقدر بعض اللاعبين يبدل بعض اللاعبين، لانه دير عمليه تدوير لاعبين، كل اللاعبين يقدروا يلعب عندهم. علاش نجيبوا اللاعبين اللي ملاح تسمى باش في لي ماتش مقابل كيما هادو نقدروا نبدل دو تروا جوال اللي نخلوهم يريحوا باش يلعبوا الاخرين اللي عندهم مستوى، ماشي يسيب برك هذا يعني بديل يكون في مستوى الاساسي، بديل يكون في المستوى. هذا واش دار بالماضي ما بين المقابله الاولى والمقابله الثانيه. صحيح، ربما هو الخيارات وحسن تسيير المجموعات. حسن تسيير المجموعه كيما هضرنا انا بالخير وبوراس، وعندهم لاعبين اخرين في الشباب الوزداد بالك لهم اريحيه اكثر، يقدر يكون هكذا. باكيتا نعرفوه في التجربه تاعو الاولى في بلوزداد، دار عام مليح، دار موسم مليح، وعرف كيفاش يسير المجموعه. نورمالمون بالك راح يدير هكذا، بالك وهذه هي المعطيات اللي خلات اداره شباب بلوزداد تجدد فيه الثقه وتعاود تجيبه من اجل يعني قياده الفريق في هذا الموسم. لحد الان شباب بلوزداد افريقيا في خرجته الاولى كان قوي، في البطوله الوطنيه نتائج يعني ليست بتلك القوه اللي ظهر بها في المواسم الاربعه. احنا نعرفوا ان شباب بلوزداد بطل الجزائر اربع مواسم متتاليه. لا احنا كي يكون الفريق اللي بدلوا المدربين في الديبي سيزون ولا يكون مشكل، يكون مشكل باسكو المدرب اللي يجي جديد لازم يعرف الفريق، لازم يروحوا لك نقاط. صحيح، انت تشوف اللاعب هذا، تشوف اللاعب هذا، بالك ما ديرش لو بون شوا كما يقولوا، يروحوا لك نقاط حتى يعود يعرف مليح الفريق باش يعود يعاود يولي. علاش نقولوا احنا ديفول ستابيليتي على جال الحوايج كما هذا. ربما في حاله باكيتا كان شرف على شباب الوزداد في موسم واحد، ربما يعرف جل اللاعبين عنده معرفه مسبقه بالفريق، يعني الاجواء المحيطه بالفريق. ايضا ربما خدماته فتره توقف البطوله مده شهر كامل خلاته يتعرف على اللاعبين، يدير برنامج تحضيري، ربما كانت سبب في رؤيه شباب الوزداد بهذا الوجه في هذه المباراه. لا حقيقه كان عنده هذاك الشهر، زاد عرف مليح الفريق وبدا يسيب المعالم تاعو في الميدان. إذا نتمنى يتواصل الشباب على هذه الوتيرة القوية في منافسة رابطة أبطال إفريقيا في خرجته القادمة أمام ميديما سبورتينغ الغاني المقررة في الفاتح من شهر ديسمبر المقبل. نواصل مشاهدينا وبحضور المدرب محمد صديقي الحديث عن البطولة الوطنية وما خلفته من نتائج في جولتها السابعة، لكن بعد هذا الفاصل.